بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة سنة ثانية ثانوي جميع الشعب العلمية، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. اليوم راح نجيب لكم تمرين على الاشتقاقية، ولكن حبيت قبل ما ندخل في التمرين إذا راح ندي لكم تعريف ولو قصير عن الاشتقاقية، وثم راح ندير لكم طريقة إثبات أن الدالة تقبل الاشتقاق عند نقطة. إذا ركزوا معايا، إذا لتكن F دالة معرفة على E على أي مجال من R، يعني E محتوت في R في مجموعة تعريفها. إذا متى نقول عن الدالة أنها تقبل الاشتقاق عند نقطة؟ لاحظوا معايا، إذا راح نقولها لكم بشكل عام. إذا تقبل عند F عند الاشتقاق عند نقطة، لاحظوا معايا، أولا قبل كل شيء راح نحسب نسبة التزايد. نسبة التزايد هي f لـ x صفر زائد h ناقص f لـ x صفر على h. إذا ثم كي نحسب نسبة التزايد راح نحسب ليميت نسبة التزايد لما h يؤول إلى صفر. الآن هناك حالتين، إذا كانت هذه النهاية تؤول إلى عدد حقيقي، يعني تساوي أي عدد حقيقي، سالب، موجب، كسر، عدد عشري، المهم ينتمي إلى الأعداد الحقيقية، في هذه الحالة نقول أن الدالة F تقبل الاشتقاق عند X صفر. أما في حالة عندما تحسبوا النهاية وتلقاوها تساوي ما لا نهاية، سواء زائد ما نهاية أو ناقص ما نهاية ما يهمش، نقول في هذه الحالة أن الدالة F لا تقبل الاشتقاق عند النقطة X صفر. ملاحظة فقط، إذا كانت النهاية هذه ليميت f لـ x صفر زائد h ناقص f لـ x صفر على h لما h تؤول إلى صفر تساوي عدد حقيقي، فقط نسمي هذه النهاية اللي هي L العدد المشتق، ويرمز له كالتالي: L يساوي اشتقاق الدالة عند x لصفر. الآن راح ندخل في طريقة إثبات أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند أي قيمة x صفر، حيث x صفر هذا عدد حقيقي. أولا هناك ثلاث خطوات. الخطوة الأولى دائما راح تبدأها كالتالي: نحسب نسبة التزايد اللي هي f لـ x صفر، يعني عند هذه القيمة اللي مطلوب منكم أن تشوفوا هل هي تقبل الاشتقاق. f لـ x يعني صورة العدد x صفر زائد h ناقص f لـ x على h، يعني أول شيء ما راحش نحسب مباشرة نهاية نسبة التزايد، لا، نبدأها بحساب هذه نسبة التزايد. ثم ثانيا الخطوة التي تليها راح نحسب نهاية هذه نسبة التزايد، إذا ليميت f لـ x صفر زائد h ناقص f لـ x صفر على h لما h يؤول إلى صفر، إذا هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هي النتيجة. ما معنى النتيجة؟ المهم كما شفتنا في التعريف راح تكون حسب النهاية. إذا كانت النهاية تساوي عدد حقيقي، فإن هنا راح نستنتج أن الدالة تقبل الاشتقاق عند العدد x صفر، وعددها المشتق كما قلت هو f لـ x صفر تساوي النهاية اللي لقيناها، مثلا سميها L. ثم أما إذا كانت النهاية تساوي ما لا نهاية، نقول في هذه الحالة نستنتج أن الدالة لا تقبل الاشتقاق. إذا قلت هناك ثلاث خطوات، إذا ما حنشوفه نستعمل هذه الثلاث الخطوات في مثال تطبيقي. يقول المثال التطبيقي: لتكن f دالة معرفة ب f لـ x يساوي x مربع ناقص 2. السؤال يطلب بين أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند الواحد. إذا نلاحظ أن هنا x صفر تاعي هو الواحد، إذا x صفر تاعي يمثل الواحد. ويقول احسب f فتحة لواحد، يعني العدد المشتق. انتبهوا معايا، راح نستعمل الخطوات الثلاثة ونفس الشيء، نفس المنهج لحل أي سؤال من هذا النوع. أولا قلت لكم نحسب نسبة التزايد. ما هي نسبة التزايد؟ إذا قلت هنا x صفر تاعي ماذا يساوي؟ يساوي الواحد، لأنه طلب منا عند الواحد. إذا راح نحسب، لاحظوا معايا، ركزوا فقط معايا، f لي عوضا من نكتب x صفر نكتب واحد
زائد اش ناقص اف لواحد تقسيم اش. هذه هي نسبة التزايد، يعني خطوة بخطوة تساوي اف لواحد زائد اش. اذا اكس اف لي اكس تاعي هي اكس مربع ناقص 2. اذا صورة واحد زائد اش راح نربع، اذا واحد انتبهوا فقط معايا زائد اش الكل مربع ناقص 2، عوضت اف لواحد زائد اش الان ناقص اف لواحد. اف لواحد ماذا يساوي؟ واحد مربع ناقص 2. واحد ناقص 2 كم يساوي؟ ناقص 1. اذا ناقص ناقص 1 على اش. اذا هذه هي نسبة التزايد. متابع. اذا يساوي دائما ندير كسر. اذا نستعمل الجداء الشهير رقم 1 متطابقة، عفوا المتطابقة الشهيرة الأولى. إذا المربع الأول اللي هو مربع واحد واحد زائد 2 واحد في اش 2 اش زائد مربع اش مربع ناقص 2 ناقص في الناقص واحد شحال يمدلي؟ زائد 1. نتابع تقسيم اش، نتابع العملية. إذا نبسط، إذا هنا يبقى اش مربع وحده ما عندوش مع من نجمعه. إذا زائد 2 اش يبقى أيضا زائد 2 اش. الآن نجمع الأعداد، زائد 1 ناقص 2 ناقص 1 زائد 1 صفر. تقسيم اش، إذا نلاحظ أن الاش عامل مشترك، إذا نحو كعامل مشترك. وش يبقى لي في البسط؟ يبقى لي اش زائد 2. تقسيم اش، نختزل اش مع اش. اذا اخيرا اتحصل على اش زائد 2. اذا نختزل اش مع اش. اتمنى ان يكون لحد الان مفهوم. اذا تولي لي نسبه التزايد تساوي اش زائد 2. نتابع، نتابع الحل. اذا لقينا نسبه التزايد اف اف لواحد زائد اش ناقص اف لواحد تقسيم اش، لقيناها 2 زائد اش. اذا الخطوه الثانيه قلت لكم نحسب ليميت نسبه التزايد لما اش يؤول الى صفر، اي ليميت اف لواحد زائد اش ناقص اف لواحد على اش لما اش يساوي يؤول الى الصفر، عفوا يؤول. اذا ليميت اف لواحد زائد اش ناقص اف لواحد على اش يساوي ليميت، لقيناها كم تساوي نسبه التزايد؟ لقيناها 2 زائد اش. اذا نكتب، اذا بعد التعويض، اذا اش راح يؤول الى صفر. اذا النهايه هذه كم تساوي؟ تساوي العدد 2. ماذا نلاحظ؟ اذا وصلنا الى الخطوه الثالثه. نتابع. اذا قلت لقينا النهايه هو عدد حقيقي. اذا الخطوه الثالثه قلت النتيجه، بما ان النهايه عدد حقيقي فاننا نقول الداله اف قابله للاشتقاق عند الواحد، وعددها المشتق هو 2، هو العدد اللي لقيناها، النهايه اللي لقيناها، اي اف فتحة لواحد هو 2. أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع ومفهوم. إذا في الأخير ما علي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.